جديدة من عمل إيديا. رمضان كريم عليكم، زي ما تعودنا هنعمل وصفة سحور حلوة جدا. هنعمل مع بعض السجق النهاردة، وهنعمل عصير الخوخ بطريقتين. تعالوا نشوف مع بعض أول وصفة معانا، وهي السجق. تعالوا نشوف هنعمل إيه معايا. السجق، الطماطم، البصل، الصلصة، الفلفل الحار عشان نشطشطه كده شوية، والخضرة الجميلة اللي إيه ما بستغناش عنها، أنتوا عارفيني. أول حاجة هعملها أهو، نحط كده النار، وهحط هنا شوية من الزيت. تعالوا نشوف مع بعض. هسيب الزيت ايه بس يتقدح شوية. طبعا المكونات دي احنا ممكن نلعب يعني ايه، نحط ونشيل زي ما احنا عايزين، بس بتدي طعم حلو قوي، بالذات الصلصة مع السجق بتديه طعم حلو قوي. ممكن لو حابين تزودوا الفلفل برضو هيدي طعم حلو قوي، لو عايزين فلفل بقى حلقات مثلا او كده. فلفل، نحط البصلة، الفلفل الأخضر تديها طعم حلو. يلا بينا نحط كده واسيبها. أيوة أسيبها، بس إيه أول ما أحس إن هي بدأت تتقدح شوية أنزل بقى إيه السجق على طول اهو. وطبعا الخضره ما بنستغناش عنها في الاكل عامه، الخضره بتدي طعم حلو جدا وفيها فيتامينز كتير جدا، بتكون مفيده، فدايما دايما زودوا في الايه في الاخضر بتاعكم على طول في البيت. اوكي يلا تعالوا نحط السجق بتاعنا ونروق كده طول ما احنا ايه قاعدين، عايزين نبقى بنروق مكاننا يعني. ها واهو كده علشان ما احسش بالتعب في المطبخ عامه، لازم نبقى اورجنايزد. ازاي ان انا اعرف اروق، ازاي ان انا ابقى منظمه، التنظيم هو احلى حاجه دلوقتي اهو. فدايما دايما ابقوا عاملين حسابكم ان انتوا تبقوا منظمين، فهيفرق معاكم قوي. ممكن تعملوا منيو بتاع الاسبوع، بتاع الفطار، بتاع الغدا، للفطار والعشاء قصدي اللي هو السحور. اعملوا المنيو ده، هيفرق معاكم جدا جدا طول الاسبوع. كل يوم مثلا سبت او حد تبداوا تقولوا انا النهارده هنعمل مثلا الفطار كذا والسحور هيبقى كذا، واكتبوا بقى جدول، هيتلاقوا الموضوع سهل قوي عليكم، مش هتستصعبوها خالص. اوكي يعني حاولوا دايما كده تفكروا ان انا ازاي. والترويق يبقى اعملوا يوم للترويق، يوم للتنظيف كده كل حاجه. واول باول لو احنا عملنا الحاجه بتاعتنا اول باول مش هنغلب خالص يعني، ما تسيبوش الحاجه تتكوم عليكم، لان احنا دايما غصب عننا بنقول ايه اصل النهارده بقى تعب، يبقى تعالوا بكره نعمل مش عارفه ايه. لا، لو خلصنا كل حاجه اول باول هتلاقوا ان مفيش حاجه اصلا ورانا. والكركبه ما تقعدوش بقى تلموا في الكركبه وتشيلوها عندكم، لا، لقيتوا نفسكم كركبه جت على طول على طول اغير الحاجه، يعني مش محتاجه مثلا ده مش محتاجه ده، على طول اوزع على طول ادي. يعني اي حد هيبقى محتاج ده اولى، اولى من ان انا ابقى حطاها ومخزناها بس الاسم ان هي موجوده. فاي حاجه احنا مش بنستخدمها على طول على طول وزعوا، هيبقى افيد ليكم وللي انتوا هتدوله اهو كده. وبديله بس شويه من الخضره في الاول كده عشان ايه يحس بالنكهات بتاعتها اهو كده، ونقلب بقى جامد. اول بقى ما احس انه ايه، الله بصوا بقى كده الريحه طالعه، جميله جميله جميله. اول ما يبدا يتشوح احس انه بدا خلاص اخد اللون اللي انا عايزاه، هقوم حاطه الصلصه بتاعتي اهو. يلا هحط معلقه كبيره من الصلصه وايه هنقلب
كده وهنزل الطماطم، ننزل بقى ايه الميه معاهم ده. هديله رشه ميه خفيفه قوي بقى نشطشطها. هنحط الايه الشطه متقطع صغير قوي، هحط شويه صغيرين، واللي مش بيحب الشطه ما ايه ما يحطش خالص، بس هي بتدي طبعا طعم جميل كده وحوحه شويه للبق، بيبقى جميل قوي. تعالوا نطلع مع بعض الفاصل بتاعنا ويكون استوى ونقدمه ونجيب المشروبات ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف مع بعض السجق معمول جميل جدا جدا بالخضار وبالصلصه. تعالوا نشوف مع بعض ايه العصاير اللي معانا النهارده. المشروبات هتكون اول واحد فراوله، هعمل فراوله بالخوخ، ومعانا التلج علشان كده نخليه يبقى فريش وحلو وساقع، ومعايا التفاح عصير تفاح جاهز، معايا التوت مع الخوخ وبرده السكر. تعالوا نشوف ايه هي المقادير وهنعمله ازاي. اول واحد عندي هنا الفراوله اتحطت، هنحط الخوخ كده، وهجيب التلج، هنحط مكعبات التلج معانا، نحط السكر، ثلاث معالق من السكر، اللي يحب يزود طبعا بيزود، وهنحط المية بتاعتنا. يلا بينا هنزود طبعا ايه ال اهو كده. هزود بقى التلج كده بعد ما اتضرب، نزوده يبقى سموذي كده وحلو وايه يروق. اوكي تعالوا بقى كده نشوف مع بعض، نحطه بقى في حاجه ايه روشه شويه كده. يلا بصوا الجمال، عصير جميل ساقع كده وايه منعش قوي. تعالوا بقى نحطه هنا كده. دايما التقديمات بتغير قوي قوي في طعم الاكل اللي بنعمله، فعايزاكم تقدموا دايما بطريقه مختلفه. يلا تعالوا نجيب الخلاط ونبدأ بعمل ايه العصير التاني. هجيب التوت، هجيب الخوخ، وهجيب عصير التفاح، وايه معاهم شوية من التلج مش كتير، بس ايه نسقعه كده برضو شوية نديله طعم جميل. يلا بينا ونحط معاهم معلقتين من السكر. يلا بينا
جميل جدا. عملنا مع بعض العصير الحلو بتاعنا اهو، نعمله بقى كده. نجيب الايه الكاسات اللي هنقدم فيها، بصوا بقى جمالهم. عملنا مع بعض عصير الخوخ بالتوت اهو، جميل جدا جدا. تعالوا نشوف مع بعض عملنا ايه بقى النهارده. عملنا مع بعض سجق جميل جدا جدا، هيعجبكم قوي، هيبقى سحور مميز. وعملنا مع بعض مشروبين الاثنين فيهم الخوخ. اتمنى تكون وصفات سهله سريعه عجبتكم. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم، واستنوني ان شاء الله في حلقه جديده من عمايل ايديا.